موسى كسر دعيسا جرادد يكون دعيسا جرادد الراع أو جرادد الله موقف نقضة سنك كلا تود مقالة الله سعره يا حرمت قبل كسول دقال قرار دقال قرار بعور النبر لفلايي نحد مله نبر لفلايي نحد مله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن مدى صوماليا دمالك السوء أتشوكتان وابوان قراد اوئذن له هذا الكي عبد مالك موسى علدون يوغاسك قود باشا قرحجيس سلطان عدد قود او دليي حسرات ديري اه او سيدي الله هايستي ان اهين يو مقالة دي اللاس عانو او دقال اوديار قروب ايسا مركلة توت دوبابكي دغنكا هاوية يدقل ايا مرفلة ايكا بحاي مقالة مقدشو او موسى بيحي رارك هوستيسا وقد لومتي شعبكي هرجيسنا اللي جاء العلين يو شعبكي هرجيسو أيابا أكلا فكنا يا سيدي أواز عبد الرساق كوسر ويان هر أقو فكنا يي أولها والدليا حقي كمرة يسا حالة الدجال كموسى بيح عبد يه خير هرجيسو شعبك هرجيسو يا موسى بيحسا ما إسهاستان وحاسوتنا أيار رباينا دول استاقو هدي الله أود له او اقرادو فلن مقالك شير قرأي لايك سار بيش كيه اقوان قراد نور حسين فلو دو كسو قبو چنل كيه يوتيوب اهان مال ميديا سبسكرايب لحكو ليه قنبلال كفورو سياد انغطو دا وضاها اقور ري انكو بالله مالين هوري هذا كي اي كتشي ديين مقالة ده هرقيسة عبد مالك موسى علدون او اد ايا اد اقول عيل قبي موسى بيحي عبدي ايوه سلطان كا بيل وين تجر حجس سلطان عدك كذي لبدا هذا الكودي حسرت أيو دليلي شعب كي سومالي لان لديه جري اي كم مير من خير سول يو خير سراقبة قورتا اسلاق لين هورتا قورتا اي اسلاق لين اياك النفتو دينا دقال اياك نح عرصن سلطان عدد قد إيا عبد مالك موسى علدون بعور النبر لفلايي نحد مله نبر لفلايي نحد مله موسى بيح عبد أي قنتالة كبر نارين وقت نع 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 موسى يلا دبك عين قنتالة عبد مالكنا أول وعي القوي ووحد أقيدين وصو مرسي سلطان عدد قدنا وكدران يهي أبيش أقر حجس سيدي موسى وكسو هرجي دا قفكي أن أقوننا بيش أقر حجيس وحاكا مدعا لبدا حسبي حسبي قوى الدني يا حسبي قوى عد وأي كله قاميان عبد الرحمن عرو يا فيصل علي ورابي وانت دعوكتهين معارض نمكة قاري فيصل علي ورابي واعيدا قال عبد الرحمن عرنا وهبر يونس لبدونا واسكو قر حجيس هرتا جرح جس مدوا لكن جرح جس لما مدو دم بان لا يهو لما داسي وحي تهي اما خير لاس عانا راعا اما موسى بيح راعا لما دا هداد ويسان دقال كاات كتيرتان ميل دحو اذن كان نقونا اياه ما انتنا ميل دحو او دقال كان لغا استاقاهي ما جرتو سببتو وحا اي تهي ما انتي حبدو وحي كسعو تالاس عانو وحينا كسو دعيسا هرقيسا موسى كسو دعيسا قرادادا يكون دعيسا قرادادا راعا أو قرادادا لم موقف نقضا سيد آل هوري دقالك استلاب إساقا سارتين أنا أهين موسى لم موقف نقضا أو كيني هوري بينية ما داما شري آل نحدين قوان واكي هوري وقوان قبن ماله هوري أسعودا أو قرادادا لم موقف نقضا نانكا كلا تود مقالة الله سعارو اي حرونتا قبل كسول دقال قرار دقال قرار ايا كسو الصعودة سيدان هوري ايدين شاقي الله سعارو ويفولان ايسا ادبي اوكر كر ايسا مرمرنا والله استاوان ايا دقال ايا لود ديار قروب ايا لكن وحال السوق ايا انت ير دوبك لقن كمقدشة كبحي اي قوان كقار ايان موسنا اما عيدا مدى كقاضيو اما قادي مايو نهايو سيدا موقاتنا دوبابك نقنك
هرجيسه وحبا كما كيني دونان صوت وعاي تهي موسنا خارك هوستيسا ايو غلي شعبكي هرجيسنا دوبكي دقنك او غامليي وغاس محمود علي وغاس ايا لغا علينيا دياردا هل غبو دوبك هل بريو هل غراعو هل تمو وحا كييرايو حداد ارغتو والله اديغا يابايا marka raar la asaano waxay u dabran yihiin duubabkii dhaqanka muqdisho ka baxay oo ay horey u soo dhaweeyeen u sharfeen u karaameeyeen madaxa u dhiibteen oo ayaguna yiri war sidii aad noo soo dhaweeyseen nooga amar qaato warkeena magla duubabka way ogol yihiin raar la asaano waa ku bireysan yihiin laakiin dhagax baa fadhiya hargeysa dhagax hadaan maqasho dhagax ayaa fadhiya taa hadii aan ka gudbana muuse biix abdi duubkii dhaqanka muqdisho ka baxay ee amarkooda oo wax kulaha beesh caalamka ay wax kulahayd ayuu ka dhumaraya sababtu waxa ay tahay muuse biix abdi waxaa lagu amray inuu odayaalka la hadlo islana jango yan beesh ciidanka la geynayo asigana wuxuu rabaa odayaalku inay tiisa qaataan oo ay yiraahdeen jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda Soomaaliland hadalka asiga uu rabo inuu ku hadlo oo ay ka tanaasulaan tii ay ka tanaasulaan dhaqannimo duubnimo oo ma aragtay Muuse ku qaataan toqfasha ku qaataan hadalkiisa yeelan asigana marka uu isteeri ka dhigto soo rabo u warwareejiyo taana suurta geli mayso waa wax aan soconayn odayaashii dhaqankana maadaama Muuse uu xashka hoostiisa ka galay horeyna uu yiri ugaas Cabdirisaaq Koosar duubka haday hargeysa cagta soo dhigan qorta laga wada jaro shacabkiyaaba u fogfakanayaba oo dhahaya duubka hal laayo hal bireeyo diyaaradda calanka wadatay oo ku yimideen hal gudo waa laga yaaban yahay malaha Muuse gadaal ka soo riixaya oo dhahaya hadal aan Mareykan ka diiday ayay afayeen uga yihiin ee idaafiya sidaana shacabki yaa fakfakad u ah duubka dhaqanka oo hoggaaminaya ugaas Maxamuud Cali ugaas mid baan leeyahay meesha la yiraahdo laas caano waa laydinka sharfay inaad dhaqantiin baa la idin soo dhaweeyey madaxa dushiisa la idin saartay waa la idin karaameeyey waa la idin sharfay waa la idin ka amar qaatay waa la idin qiimeeyey waa la idin qadariyey laakiin hargeyso sharaf iyo qiime ka keeni maysan la idin kama aqoonsana la idin kama rabo waa la idin ku dulminayaa haddii aan naftiina loo soo dhigan oo naftiinu ay ka nabad gasho ayaadna nasiib leedihin sababtuna waxa ay tahay meesha waxaa laga rabaa qof sidii hooley dhigi kara jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda Soomaaliland reer laas caano waa dulmilowsho qof dhigi kara laga rabaa mooye qof Muuse dembigaan aad gashay dhigi karo loogama baahna Muuse dembigaan aad gashay qof dhigi kara meesha loogama baahna qof in ay maamul tahay Soomaaliland sheegayana loogama baahna qof runta sheegayo dagaalku soo u dhacay iyo sidii uu u dhamaalahaayo wanaagsan sheegayana loogama baahna dagaalka waxaa looga baahan yahay qof reer laas caano dambiga saari kara hadalka Muuse qaadan kara dhigi kara jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda Soomaaliland dhigi kara reer laas caano Soomaaliland ka tirsan yihiin meesha karaamo ka keeni maysaane ka soo laabta qeyr Allah idin siiyo soo laabta qeyr Allah idin siiyo shacabka Soomaaliyeed oo idaawanaya fadlan muuqaalka share garaaya like saara beeshkiga waan garad Nur Xuseen follow-da ku soo qabta channel-kayga YouTube ee Hanmaal Media subscribe ta dhac ku dhaagan balalka furta saabu noqtaan daawada ugu horeeya waa ku maasantiin daawashadeena wasalaamu calaykum wa raxmatullaah wa barakaatuh